تحية لكم مشاهدينا الكرام، أنتم تشاهدون قهوة الصباح ونحن كما ذكرنا فردنا مساحة كبيرة لنقترب من العلاقات العمانية الأردنية، نقرب أيضا كل التفاصيل كل الصور كل المشاهد نقرأها لكم في كل برامجنا لهذا اليوم وبالأمس، وأيضا نستمر معكم في تغطية مباشرة للحديث بإسهاب حول هذه العلاقات التي تستحق الحديث عنها من جانب اجتماعي ومن جانب التعايش. نحن سنقترب من واحدة أيضا من المفردات ومن الزوايا الجميلة في استوديو برنامج قهوة الصباح. يسرنا أن يكون معنا عبد الله راشد الغوير مهندس جيولوجي بشركة اتحاد المقاولين العمانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كثير كنا نتحدث عن موضوع العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وأكيد هي علاقات وطيدة. تحدثوا عن العلاقات الاقتصادية العلاقات السياسية، وأنت أيضا تعايشت وعشت تجربة مختلفة تماما أكثر من 16 عام في سلطنة صحيح عمان. صحيح صدقت. نعم، أول شيء تحياتي، أهلا وسهلا بجلالة السلطان المعظم في المملكة الأردنية الهاشمية، يعني باسم أبناء الجالية الأردنية في عمان. وإحنا حقيقة لا نعتبر نفسنا جالية في سلطنة عمان، إحنا في يعني مدينة أخرى من مدن الأردن ما بين الشدة والضمة عمان وعمان. بكل يعني تأكيد أنه هذه الزيارة تجسيد لعلاقات عمرها 50 عاما على المستوى الرسمي. لكن وما لا يذكر عادة في البرامج أنه يعني سلاطين عمان من 1921 كان لهم تواصل دائم مع أمراء الأردن ما قبل المملكة. في 1921-1946 كان هناك مواصلات مثبتة في الأرشيفات، والتواصل خلينا نحكي الدبلوماسي والتمثيل بدأ عام 1972 بما يزيد عن 5 عقود من الثبات في السياسة الأردنية العمانية، مدعوم بتشابه كبير في الأداء السياسي والتوجهات للدولتين، أو التشابه الشعبي في العادات وفي التقاليد وفي النظرة بشكل عام. نظرة المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان للأمور منذ عهد الراحلين المغفور له الملك حسين بن طلال رحمه الله وجلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، تم تأسيس علاقة ذات مدى طويل تتمتع بالثباتية مدعومة بالتشابه في العادات والتقاليد والاتزان والوسطية والحكمة السياسية والتوجه إلى حل النزاعات بالسلام وبالحوار وبطريقة أخرى بعدم التدخل في شؤون الآخرين، وهذا يوفر الكثير من المعضلات السياسية. يعني أكيد نحن نشبه بعضنا في أشياء كثيرة، وليس بغريب أن تذكر أنها علاقة منذ زمن بعيد، زي ما يقولوا عرب عرب بعرب، يعني فهذا شيء طبيعي. نعم، هي التشابه بشكل عام. بالنسبة أنا قفزت مباشرة العلاقة الأردنية العمانية من وحي الزيارة، وإذا تلاحظ حسب بروتوكول العلاقات الدولية فيينا 1961 في كان تقسيم للبروتوكولات الدبلوماسية، فكان أعلى البروتوكولات الدبلوماسية على الإطلاق هي زيارة الدولة، وزيارة الدولة لا تقوم بها الدول إلا مع دول تربطها فيها وشائج وعلاقات ثابتة وغير قابلة في المدى المنظور أو المتوقع أنها تتغير. يعني أنا الحين لو أعرف أنه ممكن العلاقة تسوء في مرحلة ما خلال 10 سنوات القادمة لن أقوم بزيارة الدولة اليوم. فالاستقبال الرسمي اللي صار في الأردن هو استقبال حقيقي عاطفي مش مدفوع بترتيبات منسقة، هو عفوي بالكامل. وصلتنا حتى فيديوهات ومقاطع من أهل الأردن يصوروا الطائرة كانوا مبسوطين وفرحانين، لأنه هذه علاقة طويلة ويعني لها مظاهر كثيرة. بكل تأكيد اليوم أيضا من خلال تواجدك لمدة أكثر من 15 عام أنت في سلطنة عمان، أكيد لاحظت هناك التشابه الكبير بين العادات والتقاليد، ربما الوجبات الأزياء أيضا في تفاصيل كثيرة مشتركة، يعني ما بين الغطرة والكمة زي ما يحكوا، ما بين الشدة والضمة. شوف سيدي الفاضل، المدة الطويلة هذه 16 سنة، أنا أولا يعني لا أناصر نظرية أنه المدة الطويلة دائما معيار. في ناس نتيجة ظروف معينة ممكن يعيش في أمريكا أو في أحد الدول لمدة 20 أو 30 سنة ولا يندمج بالمجتمع. الاندماج بالمجتمع أو الراحة أو القابلية للتعاطي أو التواجد ضمن هذا المجتمع تعتمد على التشابه، التشابه في العادات والتقاليد. إذا مثلا نأخذ العيد العماني، العيد العماني هذا يعني قصة
فعندك يوم العيد، الدفن، شوف هذا دفن اللحم مثلا، قد ينظر احد انه كوصفات شعبيه، هو يتعدى موضوع الطعام، يتعدى، شوف كل اهل المنطقه يتجمعوا عند التنور وكلهم يحطوا علايم، حد يحط ملاس، حد يحط شاركت شي. في شاركت نعم مع اصدقاء لنا في منطقه شناس، انا احب لواء شناس، المنطقه هذيك شويه متحيزه. انت صوب شمال الباطنه خلاص. شمال الباطنه، شوف يعني هي عبري وشمال الباطنه والداخليه بحكم العمل بشركه اتحاد المقاولين والمشاريع الطرق متركزه بالمناطق هذه والجسور، فكان يعني تواصل، لكن شمال الباطنه يتم له يعني انت الاقرب لهم يعني يظل شيء مهم لهم. كان مثلا هذه التنور مع العيد، شوف انت كيف تجتمع كل المنطقه، لو حد غايب يبين انه فلان ما موجود لانه ما حضر، ما له ذبيحه، ما له خصفه، ما له الى اخره. المعايده في المجالس كانت يعني تعرف الدول كثير يعتمدوا المعايده بشكل فردي، ما الكل يروح للمجلس وعيد الكل. الازياء العمانيه تمثل هويه لكل مدينه، انت تروح سور العفية، تروح صحار، تروح الداخلية، حتى داخل الداخلية نفسها تشوف تلاقي اهل منحشي، اهل حمرشي، المناطق تتميز بطابع معين. الاكلات الشعبية العرسية في العيد مثلا في جعلان اكثر شيء اتوقع، الجعالين بشكل عام والجنوب، في اكلات، في صلالة كمان المضبي والاشياء هذه، تحس يعني نوعا ما انه في هوية تاريخية متجددة. قوانا من الصباح يعني. يعني ذكرت كل هذه الوجبات وما مريت على المنسف، معقول؟ لا انا اتكلم عن عمان يعني الحين. 16 عام خلتك تنسى المنسف. لا ما نسينا المنسف، العمانيين يذكرون المنسف يطلبون المنسف، عندنا نعمله مرتين بالاسبوع، كمان انا زوجتي بدويه فالمنسف هذا يعتبر يعني تخصص يعني مين دش يعني اساسي. بس يعني اسف على المقاطعه استاذ، العمانيين يطلبوا المنتجات الاردنيه، يعني المنتجات الأردنية المحلية، يعني تخيل أنت أردني يطلبك حلوى عمانية، هو ما يطلب قاعد يستورد مثلا أو يطلب أنه يستورد منتج تجاري، فالأكلات الشعبية الأردنية بالزيتون والزيت والجبن وخلافه يطلبوها العمانيين، لأنه عدد الطلاب الدارسين أنت عندك كل سنة 1500 شخص يتخرج من الأردن إلى 3000 تقريبا، مجموعة كبيرة، في عندك حوالي 3700 موظف حكومي وخاص أكاديمي، منهم 1700 أستاذ جامعي ومدرس، أرقام كبيرة خلت يعني الثقافة سلطنة عمان، هذا في سلطنة عمان، خلت الثقافة يعني شوية تكون يعني على في اطلاع دائم زي بقية زي ما يقولوا يعني. لا تكون يعني على تواصل دائم، مش موضوع أنه أنا أروح أبحث وأقرأ عن تاريخ عمان وأحصل على المعلومة، لا أنا أشوفها في عيني يعني. طيب سهولة أيضا التعامل مع الإنسان العماني، الاقتراب منه، كيف بدأت لك منذ زيارتك لهون؟ شوف أنا أولا وجه تحية لأهليتي قنتب وحنشفت، بالتحديد هذه المنطقة اللي أنا دخلت عليها في عمان أول مرة، يعني بالذات طيب. هم لهم الأفضلية وكان لهم شرف الاستقبال وشرف إلي أني أكون بينهم. هذه المنطقة يعني أخذها كنموذج، إذا أنت تريد تحكي عن سهولة التعامل لازم تحكي عن شخصية العماني. وشخصية العماني يجب أن ننظر لها، في ناس يأخذها ببساطة أو أنه العماني بسيط، هو العماني غير بسيط بالمعنى الشعبي، البساطة عند الناس يعني ممكن تكون، لا هو متزن وداته الانفعالية مضبوطة محكومة بالمجتمع، أنت الآن عندك مجتمع يراقبك في القبيلة، في الحلة، في المكان اللي أنت فيه، هذا المجتمع ممكن يعد عليك أخطائك كذا. الثقافة العمانية طلعت من البيت إلى المنطقة، في هذه البلادين أو زي ما يقولوا لها أنت الآن عندك رقابة مجتمعية، جيل بعد جيل بعد جيل، خلت هذا المواطن متزن وردت له انفعالية مضبوطة ونزعته الفطرية الجرمية أو العدوانية قليلة بالفطرة بس متوارثة من أجيال، يعني ما نتكلم إحنا عن آخر 50 سنة، الحين إذا تريد تبني جيل على أسس معينة تحتاج لمئات السنوات. هذه الفطرة العمانية كلها تخلي فيه سهولة بالتعامل، وضوحية، الأمور طيبة. على ماذا حدث في يتي؟ إيش يتي حقيقة كانت هي نقطة الانتقال من الزحمة في الأردن، شوف احنا الأردن 11 مليون عايشين على الشفا الغربي، يعني عايشين في شريط عرضه لا يتجاوز 40 كيلومتر في ممكن أول 200 كيلومتر وبعدين يصير صحاري، فضمن هذا الضغط المكان وزحمة الجدول زي ما يحكوا العمانيين، تيجي على منطقة هادية جدا، يعني يتي بين جبلين، وادي الميح، يتي إذا أذكر المناطق حنشفت، والآن فيها مشروع المدينة المستدامة، وأنا من الناس اللي اشتغلوا في مشروع يتي 2008-2010 سبب ذهابي إلى هناك، لاحظت أنه جدولهم بسيط، هم يصلوا الظهر، يروحوا، تغدوا، ناموا، بعد العصر يجلسوا في سبلة درجة الحرارة يمكن 50 والرطوبة حد الانصهار، ومع ذلك هم مستمتعين وبجداول ثابتة. أبعد مشوار ممكن يكون على مطرح يومي، إذا في حاجة تروح ولو على مطرح يخلص أموره، فضمن هذا الجدول البسيط ما هو ما يريد تعقيد، عرفت يعني، هو يريد الأمور تكون تمشي ببساطة بالفطرة.
كما هو الأردني أيضا يعني في الجانب الآخر. بالأردن من الناحية الأخرى، الأردن حقيقة يعني موجود في تنوع كبير جدا ما بين الشمال والجنوب والوسط. التنوع دائما العرقي غير محمود، التنوع المحمود جغرافي، طبيعة الجغرافية. في الشمال في الأراضي الزراعية إحنا الأردن نعتبر وسط، حتى إحنا قبيلتنا يعني يقولها الإنجليز كانوا سيمي بدوينز، يعني هم بدو لكن ما يتنقلوا. أوكي. في عندنا قبائل بدوية زي بين صخر والحويطات شهيرة ومعروفة حتى في عمان. هذه التنوع خلى في خصوصية في كل منطقة. في عندنا أقليات إجتنا مثل الشركس والشيشان وكذا، أضافونا إضافة ثقافية وقيمة كبيرة. هذا التنوع كله ينصهر خلال مثلا 70 أو 80 سنة ويطلع لك شخصية الأردني. هذا الأردني ما بني حسن أو بني صخر أو شركسي أو من أصول فلسطينية أو كذا، هذا أردني نتيجة النسب والتمازج والانصهار. بطبعه يحكوا عنك الشيرين وعصبيين، لا إحنا هاديين، قد نكون جديين لكن بطبعنا يعني أصحاب حقانيين. يعني الصورة النمطية ما شيء منها، لا في شيء منها أنهم عصبيين، بس هي جدية أكثر ما هي تعدي. شوف العصبي بالمنطلق اللي هو يحاول يأخذ حق الغير، لا إحنا معنا يعني إذا نحكي باللهجة المحلية إحنا حقانيين، لكن مش سهلين يعني، سهل الممتنع. أكيد نحن نبقى أخوان وأشقاء دائما وأبدا. الجانب الاقتصادي أستاذ محمد، وهذا شيء مهم يعني، وقد يكون هو نتيجة للزيارة. إحنا كشعبين، وأنا يعني أتكلم الآن بصفتي المدنية ولست في أي منصب حكومي، إنه إحنا لازم نعظم هذه الزيارة وما نفكر في عمان إنها سوق للمنتجات الأردنية زي هايبر ماركت، ولا الأردن تكون سوق للمنتج العماني. هذه الطريقة الآن شركات عالمية تحط فريق عمل ممكن بسهولة تسوق لك منتجك في أي دولة أنت بدك إياها تستهدفها. ما نبحث عنه شراكة حقيقية وتكامل اقتصادي. الآن في عندنا في عمان ميناء صحا يقابله بحريا ميناء العقبة، عندنا التعدين في الأردن الفوسفات والبوتاس، وقبل أسبوع أتوقع أو مدة بسيطة كان في وفد عماني في الأردن زار هذه المناجم. في عندنا في الأردن صناعة الأدوية، متقدمين جدا في صناعة الأدوية. وفي موضوع السياحة، عمان في مدة طويلة من السنة فيها من نوفمبر إلى مارس، فيك أو من خلينا نحكي سلطنة عمان، سلطنة عمان من شهر نوفمبر إلى شهر مارس، في هذه الفترة كلها الأجواء جميلة. الجبل سلطنة عمان بشكل عام في كل أشهرها، سلطنة يعني عمان في كل مواسمها جميلة. بإمكانك تروح بالصيف على الجبل الأخضر، بإمكانك تروح على جبل شمس، بإمكانك تروح في الشتاء تنزل زي ما يقولوا في الداخلية وفي الباطن. صلالة أنت ما تكلم صلالة مهمة، الخريف يتكلم عن نفسه، أنا ما أريد أتكلم عن الخريف. أنا شاكر لك حقيقة وجودك معنا عبد الله بن راشد الغويري، مهندس جيولوجي بشركة اتحاد المقاولين العماني. شكرا جزيلا لك، حياك الله، يعطيك العافية، نورتنا. نحن أكيد مشاهدينا الكرام مثل ما ذكرنا نقترب من كل تفاصيل هذه العلاقة بين سلطنة عمان بكل تجليات هذه العلاقة التي لا تنتهي ولا تغيب.